أنت فلا يفوتك في أولادك أن تحتسب وتنذرهم لله جل وعلا وترجو الله عز وجل تحسن الظن به أن يكونوا من حملة كتابه وأوعية علم رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه وهداة لخلقه لخلق الله تعالى إلى الحق وإلى الجنة والسلامة من النار، يكون هذا في موازينك. ولا يكون الرجال أدنى همة من النساء، ولا يكون الرجال أزهد في الخير، فإن نساء من نساء العالم خيرات صالحات مباركات جعل الله فيهن بركة، كن سبباً في ظهور دين الله عز وجل وهداية خلق الله تعالى إليه ودخول الجنة والنجاة من النار. امرأة فرعون رحمها الله هي التي تسببت لموسى عليه السلام وكفلته وتولته، فجعلها الله جعله الله رسولا من أولي العزم من الرسل، وشريعته استمرت منذ أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام إلى أن نسخها الله تعالى بالقرآن العظيم قرونا طويلة متطاولة. هذا في موازينها. هي زوجة عمران نيتها صالحة وطيبة ونذرت ما في بطنها، حملها نذرته محررا لوجه الله جل وعلا لخدمة بيت المقدس، وقدر الله تعالى أن يكون أنثى وهي مريم، وتولتها بعناية فائقة ونصيحة، وأخرج الله عز وجل من مريم عيسى بن مريم عليهما السلام في موازينها. هي التي كفلت مريم وهي التي كفلت عيسى، ثم تكفلهما زكريا زوج أخت مريم، وكان عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. وهكذا هكذا الإمام ربيعة الرائي الشيخ مالك رحمة الله عليه تولته أمه ونشأ ودرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك تولتهم أمهاتهم وجعل الله لهن بنيتهن الصالحة منحة عظيمة، فصار أبناؤهن من أعلام الأمة وهداة الخلق إلى الحق صلى الله عليه وسلم. وآخر من عرفنا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه تولته أمه، وإلى الآن هو في قبره والناس يأخذون بفتاواه ويرجعون إليه كتب ومؤلفات وكذا. فالإنسان لا يحتقر نفسه ولا يزهد في دين الله ولا في العلم الشرعي، والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظن الإنسان بربه خيرا واجتهد في صلاح ذريته وأن يسلك بهم طريق العلم الشرعي لعل الله أن يمن عليهم به، صار هذا في موازينه إلى أن يأتي الله بأمره. وهذا هو الاستثمار الفعلي، مو بالاستثمار الفعلي أنك تطلع صانع ولا زارع ولا كذا ولا كذا، العلم الاستثمار أن تطلع عالما راسخا في العلم هاديا للخلق إلى الحق متسببا في بقاء الدين الحق ووصوله إلى آخر أجيال الأمة. هذا الاستثمار وهذه الغنيمة العظيمة، أن يحفظ كتاب الله عز وجل ويصان من التحريف والتبديل وهجر العمل، وأن تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغ آخر الأمة، وأن تحفظ عقيدة الإسلام الحق ويهدى الخلق إليها، وأن يكون الناس على اعتقاد صحيح
على علم نافع واعتقاد صحيح وعمل صالح وقول سديد وخلق حميد، ويكون لك يد في هذا.